اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة فقرة تدريبية تعليمية لكل المبتدئين في المطبخ، سواء بنات بيحبوا يساعدوا ماما أو صبيان عايزين يوروا شهوتهم في المطبخ، يعني يعملوا الحاجة الحلوة. لا يا ماما أنا عامل المكرونة النهاردة زي اللي بتعملها بالظبط. وانا بحترم الشاب اللي هو لسه في بدايه عمره لما يخش المطبخ، ممكن يكون مهندس ويكون كله تطلعات كبيره، يكون دكتور مخرج، ولكن ان هو يخش المطبخ مش عيبه يساعد مامته. النهارده معانا هنعمل المكرونه بالفراخ نجرسكو، المسمى بتاعها في بعض المنيوهات لما بنروح مطاعم تشيكن نجرسكو او النجرسكو تشيكن او المكرونه النجرسكو، وهذا المسميات بتاعتها. انا هعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه واعلمك ازاي تخش المطبخ تعمليها بالفليفر اللي انت عايزاه، تاخد زعتر، تاخد بهارات عربيه شرقيه، الكلام ده هنشوفه في تفاصيل الاكله بتاعتي. معانا الفول بالبسطرمه، فول بالبيض، فول بالزيت الحار، فول بزيت الزيتون، ولو خلص الفول انا مش مسؤول، انا هعمله النهارده بطريقه جديده من المطبخ العربي اسمه مطبق الفول بالبيض. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، هياخد خضره وهياخد بيض وهنشويه على الجريلا زي السندوتش كده، ويبقى بين ايدينا مش طبق فول بس، لا طبق بروتين حيواني ونباتي، يعني بيناسب كل الاعمار وكل الشباب اللي بيحبين ياكلوا طبق فول بطعم مختلف. اما بقى مستر افوكاتو النهارده معانا، احنا النهارده بنحط النقط على الحروف، هل هو نوع من انواع الفاكهه ولا نوع من انواع الخضار؟ الافوكاتو ملوش لا طعم ولا رائحه، يعني بعد ما تمسكها بايدك كده وكده تشم ايدك ما فيهاش حاجه ريحه، الجوافه تمسكها تشم ريحتها، حتى لو واحد بياكل تفاحه لها ريحه كده، انما الافوكاتو ده له عايزين نخلق جو فيه لطيف، ممكن نعمله سبايسي، ممكن نعمله حار، ممكن سوري، ممكن نعمله حلو، ممكن نعمله حادي. اخواننا في المكسيك بياخدوه صلصات طبعا مع الاكل بتاعهم بيبقى لطيف وحلو. بعض الرياضيين بيضربوه في الخلاط مع موز مع نوع من انواع المكسرات والحليب، برضه بيبقى لطيف وحلو ومغذي لكل الاعمار. انا النهارده هعمله نوع من انواع المقبلات من المطبخ المكسيكي، ولكن هعمله سبايسي شويه، سامحوني لان انا شخصيا بحبه سبايسي. حلقتي فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه، فقره تدريبيه او يوم تدريبي من اول الاسبوع كده زي ما احنا متفقين مع بعض، دي خطه الاسبوعيه لبرنامج اكله امي. ولكن نصيحه مني لكل طفل، لكل بنوته حلوه حابه تخش المطبخ تساعد ماما وتعمل حاجه حلوه على طريقه الشيف المغازي، تتابع يوم السبت من كل اسبوع. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سريع. الحلقه بتاعتي هتمشي ازاي؟ معانا طبق مكرونه نجرسكو، في تفاصيل كتير، في مكونات، ثلاث مكونات، البشاميل، الصلصه بتاعت الفراخ، الفراخ نفسها، معانا فول هنعمله مطبق، ومعانا الافوكاتو طبعا هنعمله بطريقه جديده النهارده على طريقه المطبخ المكسيكي بيعملوه صلصه ازاي. انا المفروض اعملها دلوقتي بالبشاميل، مجهز مضرب في ايدي وعايز افرد عضلاتي بقى لدقيق وزبده واللي احنا عارفينه بشاميل. ولكن خلونا برضه عشان حبايبي اللي بيحبوها بالوايت صوص، البشاميل بتاع المكرونه النجرسكو بيبقى خفيف، ما بيبقاش تقيل، لان المكرونه بتكمل سوا مع المكونات، فلازم يكون خفيف شويه مش تقيل عشان ما تبقاش مجلده في قلب الصينيه. فاحنا هنغير المدرسه بتاعتنا عشان خاطر ابو علي يخش المطبخ يعمل اكل لاولاده، ربنا يديله الصحه. وهنشيل الدقيق ده كده نخليه على جنب، وهنستخدم البصل والثوم بس في الماتيريال، ومعانا صوص طماطم ده معانا كل يوم، طماطم مضروبه في الخلاط زي الفل، هنعملها مع بعض. اول حاجه هنحمر البصله والتومه تاخد لون كده حلو عشان نعمل صوص طماطم معتق. هتيجي بقى تقولي لي يا شيف مغازي لا هنشوف تتعمل ازاي، احنا ما بنقولش لا لاي حاجه خالص، وكل حاجه ممكن نعملها بحب ونعملها زي الفل. بصل وتوم نقلبه كده ياخد لون حلو بمعلقه خشبيه، وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. والبصل بيتحمر مع التومه كده في معلقه زيت، بنغذيها بمعلقه زبده او سمنه. الفراخ طبعا معانا، المكونات بعد اذن فريق الاعداد. استاذن حضراتكم نشوف مقادير المكرونه النجرسكو بالريد صوص او بالصلصه الحمراء بناء على رغبه الساده المشاهدين النهارده، وعلى عينك يا تاجر اللي بتطلبوه بنعمله. سمنه، معلقه زبده او زيت، ونحمر البصلايه تاخد لون. والبصلايه بتتحمر عشان عينك ما تدمعش، عندك ريحان اخضر بتحط شويه مع شويه زعتر.
ريحان اخضر فريش وطازه زي الفل، بتلاقيه في اي سوبر ماركت دلوقتي. اهو ناخد الورق بتاعه ده كده ونخليه يتحمر مع البصله والتومه، يدي طعم ويدي ريحه حلوه بالشكل ده كده زي الفل. معانا شويه زعتر حلوين على البصله والتومه، يعني من الاخر كده بنشتغل على صوص الطماطم، بنجود عليه شويه. حلو قوي. بصوا البصله خدت لون ازاي وطعم الريحان فيها وطعم الزعتر. ننزل بصوص الطماطم بتاعنا. ريحتني يا ابو علي والله. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ودي المكرونه اللي هي النجرسكو. حاضر، نعمل ان شاء الله الاسبوع الجاي النجرسكو بالوايت صوص. سيبها تغلي كده على النار زي الفل. معاك مشكله مع الحموضه يا ابو علي؟ مفيش مشكله، ما تحط معلقه سكر على الطماطم. علي الولي ماذا؟ علشان الحموضه اهي. زي الفل، تمام. نظبط الملح بتاعنا والفلفل بتاعنا مع صوص الطماطم، بالاضافه للفليفر بتاعنا اللي هو الزعتر والريحان اللي حطيناه. ادي الملح والفلفل. والمدرسه اتغيرت في ثانيه بمكالمه تليفونيه على شاشه القناه الاولى من ابو علي اهو. حلو، هنسيبه يغلى على النار. فين الفراخ؟ هنا الشوربه بتاعت الفراخ اللي انا سلقت فيها الفرخه من شويه مع بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم. سلقت الفرخه زي الفل زي الفل الحله اهيت. دي شوربه دسمه حلوه، مفيش مشكله لما اغذي صوص الطماطم بالشوربه دي، دي تبقى حاجه لطيفه وحلوه. هنشوف نعمل ايه دلوقتي. دي معايا شوربه الفرخ دسمه وحلوه، انا شخصيا بحبها. معايا الفرخه مستويه وجاهزه. هاخد الفرخه دي طبعا اعمل فيها ايه يا شيف؟ اخليها. حلو قوي، شيل المضرب ده كده ملوش عوز عندي. اخلي الفرخه دي. نخليها ازاي بقى؟ هو ده الكلام. المكرونه اللي عندنا الاسباجيتي دي بنحطها في ميه تتسلق. ميه طبيعي فيها شويه زيت مع شويه ملح بالشكل ده كده. وناخد المكرونه اللي احنا مزينين بيها الفرخه دي برضو نضيفها للمكرونه بتاعتنا بالشكل ده كده زي الفل. عينيا. حلو. مقادير المكرونه النجرسكو بالريد صوص او بالصوص الاحمر او بصوص الطماطم، يعني من الاخر مش هتاخد بشاميل. حلو الكلام. هتاخد جبنه موزاريلا وهتاخد صوص طماطم وهتاخد طماطم وزعتر وملح وفلفل، ومعانا صدور الفراخ او الفراخ المسلوقه. هنمسك الفرخه نخليها اهي زي الفل. فرخه مسلوقه، بناخد اللحم بتاعها ده كده. سيبك من الجلد بلاشه. عندك ملوخيه بالفراخ وكنت عامله، وعندك شويه فراخ مسلوقه في التلاجة طلعيها واشتغلي معاها كده زي ما انا شغال اهو. الطبق ده كبار السن بيحبوه والاطفال بيحبوه، عشان كده دايما بنبدع فيه. ما يبقاش فيه بقى عظم ولا حاجات، والفراخ طبعا بريئه من الدهون شويه. وعندي صوص الطماطم بيغلى على النار. جالنا سؤال من الكنترول دلوقتي، ما عنديش فرخه سليمه يا شيف، ممكن اعملها بصدور فراخ؟ ممكن، مش هتقول لا. بس انا تعمدت اسلق فرخه، علشان احنا دايما لما بنيجي نعمل ملوخيه بالفراخ او بنعمل صينيه بطاطس بالفراخ بيكون عندنا في التلاجة شايله منابي. ابني ما جاش النهارده على الغدا، جوزي ما كانش معانا على الغدا النهارده، فعندك صدر فرخه، عندك نص فرخه في التلاجة. عم اشرف، نقدر ان احنا نغير المسار بتاعه ونعمله نجرسكو؟ عم اشرف ازيك؟ اهو بالشكل ده كده اهو. صدور الفراخ تتخلي كده اهو. ده صدر الفرخه، واخد اللحم كده كله ما اسيبش حاجه فيها اهو. وعلى فكره ممكن نعمل سلطه الخس بالفراخ دي عادي، يعني تشكليها وتشغلي منها اللي انت عايزاه اهو زي الفل. ولو جبت صدور فراخ وقطعتيها مع البصل والثوم تبقى زي الفل تمام. اخليهم كده زي الفل تمام. اشيل دي كده انا مش عايزها خلاص، بلاش عوزها معايا. وكده الفراخ جاهزه، وعندي صوص الطماطم على النار بيتعتى ومستوي واخد الطعم. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نطبق النجرسكو بمدرسه جديده النهارده بناء على رغبه الساده
المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا وبيتصلوا معنا مباشرة. مكافئتنا ليهم ان احنا نعمل ما يطلبوه. انا هعيش مع السوس ده كده وخلوه يطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف النجرسكو هيتعمل ازاي. هتروحوا بعيد تابعوا. ورجعت لحضراتكم بعد الفاصل، ونرجع تاني لموضوع النجرسكو. ما هوش بالوايت صوص وبس، نقدر نعمله بالطماطم، ولكن لما تيجي تعمليه بالطماطم برضو مش هنستغنى عن قليل من الدقيق مخلوط بالمية علشان نعمل صوص لطيف له سماكة له قوام للنجرسكو. الجبنة الموزاريلا هتساعد على الموضوع ده كمان. صوص طماطم، ننزل بالفراخ بتاعتنا الجميلة الحلوة. زي الفل، تاخد من طعم الطماطم الحلوة المسبكة دي، هتطلع زعتر وهتطلع ريحان وبصلة وتومة بالشكل ده كده زي الفل. أتأكد إن الفراخ خدت الطعم. عند المكرونة بتستوي، أجهز كسرولة. عند شوربة الفراخ، فاكرينها اللي احنا سالين فيها الفراخ؟ خلي دي هنا كده زي الفل. لازم تبقى النجرسكو واخده طعم الفراخ، هي دي الشطاره. عشان كده انا سلقت فرخ. طب لما نيجي نعملها بصدور الفراخ يا شيف، برضه مش تبقى بنفس الطعم ده. ايه الجمال والحلاوه دي؟ هنسيبها تغلى على النار. معايا معلقتين من الدقيق، بدوبهم في شويه ميه. حلو الجو ده كده. معلقتين دقيق، بندوب دقيق عادي في ميه، ننزل بيه كده اهو. اول ما يغلي ده هنلاقي صوص الطماطم ده له قوام حلو بالشكل ده كده. الطعم هنا ريحان، زعتر، ملح، فلفل، معلقه سكر عشان الحموضه. بقى عندي الفراخ دلوقتي عايمه في صوص الطماطم، اسيبها تغلي شويه. نجهز الكاسرولة اللي هندخلها الفرن. حلو قوي زي الفل كده. معانا جبنه موزاريلا، معانا في المقادير شويه زعتر حلوين، دول اساسي. نحط شويه فلفله حلوه عشان تبقى طعمها شويه مش سبايسي، فيها كده طعم. اللهم صل على النبي. دي النجرسكو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ المكرونه بتاعتنا بقى، مدرسه المغازي بتقول ايه؟ المكرونه ما تستويش سوى كامل، يعني تلات ارباع سوى بالشكل ده كده. المكرونه تطلع كده من الميه السليق، ما تاخدهاش على الحوض بتاع المطبخ وتغسليها. هنا مدرسه طهويه غلط. المكرونه تطلع من الميه السليق تستخدميها على طول. زي الفل تمام. شيل دي كده. تمام. ونقلب كده. الله، ايه الجمال والحلاوه ده. معلقه الدقيق او معلقتين الدقيق اللي انا دوبتهم في ميه وحطيتهم على صوص الطماطم عاملين شغل جامد قوي. خلوا الصوص ده له شخصيه كده وله قوام لطيف وحلو. زائد ان المكرونه لما تكمل سواها جوه الصلصه دي هتدي قوام حلو. زائد ان انا لما احط نص الجبنه الموزاريلا في قلب الحله دي كده واقلبها هتديني قوام. مدرسه. غيرت الوايت صوص بالريد صوص او بصوص الطماطم. حلو قوي يا عم الشيف. على فين؟ على فين؟ على فين؟ في قلب الحله. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب، قلبك يطيب. النجرسكو بالطماطم زي الفل يا عم الشيف، زي ما هي كده. هنسويها ونحط عليها جبنه موزاريلا. يا نعم كنترول. بيقول لي ينفع يا شيف نغير الفراخ تبقى لحمه مفرومه؟ لا، تبقى مكرونه بالبولونيز صوص. طب ينفع نغير الفراخ بجمبري؟ تبقى نجرسكو بالجمبري. ودي مدرسه المغازي، العب يا جمبري. غير الفراخ تبقى جمبري لحم. هنعمل ايه يا شيف؟ هندخلها الفرن في درجه حراره 180 وتطلع احلى مكرونه نجرسكو. حد هيقول لي دلوقتي سؤال، وانا هحترم السؤال ده، بس يا ريت حد كان يسألهولي. ايه الفرق بين النجرسكو والبشاميل؟
مكرونه بالبشاميل، ما دي واخده دي وزبده وجبنه موزاريلا، ايه الجديد يا شيف؟ هو اختراع وخلاص ولا هو تغيير وخلاص؟ لا 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 لا، زي ما هي كده في درجه حراره 180، مكانها فين؟ على شبكه الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا مطلوب من الفرن يديها لون برونز حلو اهو اهو، اللهم صل على النبي، وندخلها الفرن كده يا جيهان. نبص على الصينيه الحلوه دي كده النظره الاخيره، بروتين حيواني، قيمه غذائيه عاليه جدا، مكرونه يعني نشويات يعني كربوهيدرات كالعاده، وكل سنه وربنا ما يقطعها عاده. على شاشة القناة الأولى دايما لنا مفاجآت في الشهر الكريم نستعد له من 15 يوم فاتوا ومن شهر فات كمان على ما أعتقد. فريق العمل لكل القناة الأولى بنستعد للشهر الكريم رمضان عشان نطلع بشكل جميل يعجب حضراتكم وبصورة حلوة، وكمان منيو يناسب كل الأعمار ويناسب كل فئات المجتمع بإذن الله تعالى. آدي الأفوكاتو بتاعنا والمكرونة على الشاشة بتتكلم مصري. آه مطبخنا على شاشة القناة الأولى، رؤية، فن، إبداع، تدريب طهوي لكل المبتدئين في المطبخ مع بداية أسبوع سعادة وهنا يومياً. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.